ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل يوم الجمعة 12 يناير كانون تاني 2023. هتبتدي تحس ان النهاردة في شخص بيبقى مهتم بيك جدا، بيغزلك جدا في اليوم ده، وبيحاول انه يلفت نظرك بشكل كبير. ما تبقاش متعجب لو حصل الوضع ده، الشخص هيدخل حياتك بسرعة كبيرة من غير سبب او حتى داعي. هيتغير عليك كتير من الاشخاص بسبب الوضع ده، وبعد ما تكونوا صارمين وجادين معاك هتبتدي تلاحظ انهم بيبتسموا ليك، وعندهم بقى رقة في المعاملة ولطافة كبيرة في الفترة دي. بالنسبة لك عاطفيا، شريكك بيتصرف بطريقة غريبة وفي اليوم ده حاول انك تبقى بتصارحه بكل الحاجات اللي بتبقى بتقلقك عشان تصحح وضعك مرة تانية بشكل سليم. بالنسبة ليك مهنيا، حاول ترجع نظرك مرة تانية في أمور كتيرة وقضايا قدامك في الفترة دي ممكن يبقى مش بيشوفها حد من زملائك في الشغل النهاردة. حاول تناقشها معاهم وتتبادل معاهم وجهات النظر عشان توصلوا للحل المناسب والسليم. بالنسبة ليك صحيا، لو حبيت انك تتجنب اي نوع من انواع الاصابة باي مرض من امراض المنتشرة حاليا، عليك انك تمارس رياضة وتعيش نظام غذائي صحي وسليم. بالنسبة لحركة الكواكب، النهاردة هتتجه الشمس لبرج الدلو عشان تقعد فيه لحد يوم 18 فبراير، وخلال الفترة دي هنبقى مدفوعين حاجاتنا اكتر علشان نعرف ويبقى عندنا خبرة واصالة اكتر في كل امورنا. هيبقى فيه ابتكار واضح مهم جدا بالنسبة لينا، والاتفاقيات كتير هتبقى بتحوم حوالينا. هل تلفت انتباهنا النهاردة كل الحاجات اللي عفى عليها الزمن قبل كده في حياتنا؟ هنبتدي نسعى بشكل جاهد اكتر عشان نعرف نلاقي وجهات نظر واساليب جديدة واضحة. هيبدو كل الهياكل والنظام اللي عندك وجدوا في برج الجدي اللي بيعتبر جذاب اكتر لكل الاشخاص الجامدين في الفترة دي.